أهلا بحضراتكم في مقرر وسائل التواصل الاجتماعي والأزمات Social Media and Crisis، والمقرر هو ضمن برنامج ماجستير الإعلام الرقمي. معاكم الدكتورة دعاء راضي، عضو هيئة تدريس بجامعة الجامعة الذكية وجامعة ميد أوشن. عنوان محاضرتنا العشرة لهذا المقرر Crisis Communication and Management. طيب هنتكلم فيها عن إيه؟ هنتكلم على الاتصال الداخلي internal communication، هنتكلم كمان عن influencer communication، media communication، communicating on social channels، crisis scenario planning and 10 rules for crisis management. طبعا المحاضرة هي عبارة عن مراجعة شاملة لكل المحاضرات السابقة مع تحديد بعض النقاط الجديدة عشان نعمل ربط ما بين موضوعات المحاضرات، لأن احنا كنا بنتكلم فيها على اتصال الأزمات وإدارة الأزمات وإدارة السوشيال ميديا وقنوات السوشيال ميديا. كل ده كمان مرتبط بالاتصال الداخلي وإزاي ان احنا نقدر نستفيد من المؤثرين في الخطط بتاعتنا التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإزاي نتعامل مع أي أزمة بنتعرض ليها، إيه الخطوات، طب إيه القواعد الذهبية اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نتعامل مع الأزمة بأقل الأضرار، أو إن احنا حتى نتفادى أي ضرر ممكن يحصل. فكل ده هنناقشه في هذه المحاضرة. لما اتكلمنا سابقا عن وسائل التواصل الاجتماعي، اتكلمنا عن إن الفيسبوك وتويتر من أهم المنصات اللي بتعتمد عليها المؤسسات للترويج لمنتجاتها، وإن هي تعمل عليها حملات تسويقية، إيه كمان البراند أويرنس عشان تعرف بالبراند، تعرف بالمنتجات، تحافظ على سمعة المؤسسة، وكمان تجذب يعني customers new customers عملاء جدد، وتحافظ على العملاء بتوعها، ودايما يكون في اتصال ما بينها وما بين يعني كل الستيك هولدرز اصحاب المصلحة وكل العملاء والموظفين والجمهور، عشان دايما تحافظ على الامج بتاعتها وصورتها، ما يحصلش اي سوء تفاهم، ترد على استفسارات الناس، ترد على الاسئلة. وعشان كده بنقول انه ده بيحصل by using the social media to communicate in much more effective and fast way with their customers. طبعا ده بيكون طريقة سريعة وفعالة للتواصل مع الجمهور والحفاظ على البزنس بتاعنا، حفاظ على المؤسسة وعلى سمعتها. طبعا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة الموجودة، أدى ده لوجود بعض السلبيات، زي انه يحصل فيه معلومات مغلوطة، فيك نيوز، أخبار مزيفة. كل ده بيساعد على انه لازم المؤسسة عشان تتفادى الأضرار أو السلبيات اللي ممكن تحصل من انتشار مثل هذه المعلومات، لازم تتفادى ده بأنه هي لازم يكون في رد سريع، لازم يكون في شكل مباشر في التعامل مع الجمهور، عشان ما تحصلش الأزمة وتكبر وتنتشر وتأثر على أن الشركة بدل ما هي بتحقق مكاسب فتحصل خسائر كبيرة. فهنا احنا بنقول انه that directly translates to its financial achievement and with the emergence of social media crisis might arise and spread faster than it can ever do on any other traditional forms of communication. طبعا ده معناه انه احنا بنقول وسائل الاتصال احيانا زي ما الازمات بتنتشر عليها، انه يعني طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ليها ميزة السرعة، فكمان بتأدي لسرعة انتشار الازمة، ولازم يكون في كنترول. وعشان كده اتكلمنا على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، واتكلمنا على السوشيال لسننج والاستماع الاجتماعي، واهمية الادوات اللي احنا كنا بنستخدمها في مراقبة كل ما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على سمعة المؤسسة والحفاظ عليها من أي أضرار ممكن تحصل ليها نتيجة تطور الحاجة اللي هي المؤشرات البسيطة اللي بتقول إنه في أزمة، إن إحنا ممكن نتداركها في الأول فنتجنب حدوث أي أزمة. Therefore, the success of any organization is highly dependent on what it says or the effort it makes after a crisis strike. اي مؤسسة طبيعي ان هي هتبذل جهد عشان تتعامل مع اي ازمة بتحصل، سواء على السوشيال ميديا او خارج السوشيال ميديا، لكن ممكن تنتشر على السوشيال ميديا، فهو الطبيعي ان احنا بنحاول نعمل كنترول. وعشان كده هنا بيجي دور خطة التعامل مع الازمات وادارتها من فريق يكون عنده خبرة بالمؤسسة.
For this reason, crisis management helps the companies in being able to address issues that threaten its reputation. طبعا هنا بنتكلم انه إدارة الأزمات مهمة جدا. ليه؟ لأنها بتساعدنا ان احنا نحافظ على السمعة من اي مخاطر او اي قضايا او اي موضوعات ممكن تهدد هذه السمعة. It has been suggested that it's paramount for organizations to understand fully how to manage different kinds of crises via social media. من المهم ان المؤسسات تقدر تفهم ازاي تتعامل مع الازمات بمختلف انواعها. وكلمنا عن في محاضرة سابقة اتكلمنا عن انواع الازمات والتعامل مع كل نوع من انواع الازمات، لان كل نوع منهم ليه خطة تخصه وليه اكتر من سيناريو بنحطه عشان نتعامل معاه عشان نقدر ننجح في احتواء الازمة. وفي دراسة اثبتت انه وسائل التواصل الاجتماعي بقت من اول 2004 وهي ليها تأثير على الأفراد والمجتمع، وكمان بقى ليها تأثير في مجال العلاقات العامة. Wang observes that social media has been utilized for public relations since its advent in 2004 and this has had an influence on both individuals and the society. Internal communication، الاتصال الداخلي. لما بنتكلم على المؤسسات لازم نبقى عارفين انه في التواصل في عندنا تواصل داخلي وتواصل خارجي، يعني عندنا الاتصال في اتجاهين internally و externally. Organizations communicate in two directions, internally to staff and externally to clients, customers, shareholders, stakeholders, the media. فاحنا هنا لما بتيجي بيحصل اتصال داخلي ده بيكون الإدارة والموظفين وكده، لكن لما بيكون خارجي بيبقى مع العملاء، مع أصحاب المصلحة، مع الإعلام، أي حد خارج المؤسسة. Faulty internal communications can lead to mistakes, discouraged and unhappy staff employees leaving the company. طبعا لما بيكون في خطأ في الاتصال ما احناش عارفين نتواصل، مش عارفين نفهم بعض، ولا عارفين نوصل الرسالة زي ما احنا قصدينها، ده بيسبب احيانا احباط، بيخلي الموظفين مش مبسوطين، مفيش رضا، ممكن يسيبوا الشركة ويمشوا. فطبعا ده معناه ان احنا محتاجين ان الاتصال بتاعنا يكون بجودة عالية، قادرين نفهم بعض، قادرين نعرف هو الرسالة اللي بنبعتها تأثيرها ايه على اللي قدامنا، هل هي حققت الغرض منها ولا لا. كمان poor external communications can damage image and sales. برضو كمان الاتصال لو كان ضعيف واحنا بنتواصل خارج المؤسسة مع الجمهور ومع العملاء ومع الزباين ومع الشير هولدرز والستيك هولدرز، كل ده بيضعف من او يعني بيأثر على صورة المؤسسة وبيضعف المبيعات. Any overall management strategy needs a communications plan or the whole operation might fail. طبعا عشان يحصل اتصال داخل المؤسسة وخارجها لازم يكون في خطة للاتصال، بما فيها زي ما احنا اتكلمنا خطة الاتصال الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، خطة التسويق، كل ده بيتكامل بما فيهم كمان خطة التعامل مع اي ازمة بتنشأ. A communications audit analyzes an organization's practices to reveal how effective they are. أي مؤسسة بتبقى محتاجة تعمل زي تقرير تقدر تراجع فيه كل معاملاتها في التواصل سواء داخليا أو خارجيا. ليه؟ علشان تقدر تحدد to pinpoint problems، تحدد فين المشاكل. زي ايه؟ زي misunderstandings, information blocks, information lacks, information duplication, misrepresentation. يعني زي انه يكون في سوء فهم، في نقص المعلومات، تكرار معلومات، في تحريف في المعلومات، كل ده بيكون محتاج ان احنا نحط ايدنا عليه عشان نعرفه، عشان نعرف نحل هذه المشاكل، عشان نوصل لاحسن خطة من الاتصال اللي تساعد على الحفاظ على صورة المؤسسة. Communication is a complex process with potential pitfalls at each stage. عملية الاتصال هي عملية معقدة. ليه؟ لأن فيها مجموعة من الأطراف، ما بيبقاش طرف واحد، لا ده طرف بيرسل رسالة لطرف آخر، وفي حاجات تانية هي اللي بتساعد على ان عملية الاتصال تتم بشكل ناجح، زي ان احنا نختار الوسيلة المناسبة، ان احنا نكون عارفين ايه التأثير اللي احنا عايزين نحققه وان احنا قادرين نحققه، وان احنا نعرف ايه هو
رأي الناس بعد ما احنا بعتنا الرسالة اللي هو الفيدباك او رجع الصدى، اعرف رأيهم ايه وبالتالي استجيب للرأي ده، ممكن اعمل تعديل او تحسين في الرسالة او توضيح اكتر عشان اقدر احقق الهدف منها واقدر اوصل للجمهور اللي قدامي او اوصل للشخص اللي قدامي. فبيبقى عندنا مجموعة من التساؤلات اللي لازم ناخد بالنا منها، لانه اي عملية اتصال بتتم احنا بنبقى عارفين انها مبنية على نماذج معقدة لازم نكون فاهمينها كويس ومحللينها كويس لعشان نقدر ان احنا نحقق النجاح في الاتصال. Is the message clear؟ هل الرسالة واضحة؟ Is the medium for transmitting it appropriate؟ هل الوسيلة اللي احنا مختارينها مناسبة لطبيعة الرسالة وللجمهور اللي احنا عايزين نوصل له؟ Has the recipient actually received it؟ اصلا اللي احنا عايزين نوصل له الشخص عرفنا فعلا نوصل له والرسالة وصلته؟ If so, has it been understood؟ هو كمان فهمها كويس لو هي وصلت؟ Has it had the desired effect؟ حققت التأثير المطلوب؟ Does the recipient have a channel for feedback؟ عنده وسيلة يقدر يبعت بيها رأيه؟ You thought you said one thing, but when you check you find that a totally different message was actually received. كلنا بنبقى واحنا بنوصل الرسالة للشخص اللي قدامنا او للجمهور بنبقى عارفين احنا عايزين نوصل ايه وشايفينها هي حاجة واحدة زي ما احنا فاهمينها، لكن لما بنيجي نحلل تأثير بتاعها بنشوف هل فعلا الناس فهمتها زي ما احنا عايزين، ممكن بنلاقي احيانا انها اتفهمت باكتر من طريقة وممكن تكون كمان اتفهمت بطريقة غلط لان اسلوب صياغتها مش هو الاسلوب المناسب للهدف اللي احنا عايزين نحققه او التأثير اللي احنا عايزين نوصله. The evaluation report will consider attitudes towards the communications. Do people look forward to meetings or consider them a waste of time? داخل اي مؤسسة احنا عارفين انه حاجة من الحاجات المهمة جدا للتواصل هي الاجتماعات الميتينجز. طبعا في الميتينجز لازم نبقى عارفين انه في بتبقى بعض الرولز اللي الموظفين بيلتزموا بيها، وكمان في طبيعة الادارة والاسلوب بتاعها والنهج بتاعها في قيادة المؤسسة بيفرق اثناء الميتينجز. فحتة ان احنا نعرف هو الناس انطباعها ايه عن الاجتماع بعد ما بيتم، هل هما بيبقوا مبسوطين بالاجتماعات وبيعبروا عن رأيهم بحرية ولا بيعتبروا انه ده waste of time اهدار للوقت. طبعا ده معناه انه تقييم كل وسيلة من وسائل الاتصال وكل اسلوب وكل طريقة بنستخدمها عشان نتواصل بيها ده بيعرفنا انهي واحدة فيهم كانت more effective، هي اكتر واحدة كانت فعالة، وبالتالي نقدر طبعا نحسن اللي كان فيه مشاكل ونقدر نعتمد عليها لحد ما نحسن بقية الطرق الأخرى. كمان بنقدر نعرف هل التدريب مثلا كان أنسب ليهم، كان إيه الأسلوب اللي تقدم بيه. دلوقتي إحنا عندنا التدريب ممكن يكون أونلاين ممكن يكون فيس تو فيس، طيب هما الناس حابة إيه؟ يعني شايفين إيه احتياجاتهم؟ هل إحنا عارفين نحدد إيه هي احتياجاتهم ونساعدهم في إن هما يحددوها؟ مش بس وفقاً لاحتياجات العمل إنه التاسكس المطلوبة منهم، لكن كمان وفقاً للتطور بتاعهم في المجال أو في المهنة. ففي احتياجات شخصية وفي احتياجات للمؤسسة، في احتياجات لطبيعة البوزيشن اللي هما فيه، فكل ده بيساعد على ان احنا نرفع من روحهم المعنوية ويحصل فيه تواصل بشكل ناجح ونقلل اي مشكلات ممكن تحصل. When a crisis occurs, it's essential to demonstrate your willingness to cooperate with officials, key audiences and industry support. يعني لما بتحصل أزمة لأي مؤسسة لازم يكون في استعداد منها ان هي تتعاون مع كل الأطراف عشان تحاول ان هي تحل الأزمة وتحتويها، زي الأودينس الجمهور، طبعا الاندستري ان هي تعمل لها سبورت تدعم الصناعة نفسها مع اي حد من المسؤولين الأوفيشلز الرسميين، يعني بحيث ان احنا نقدر نحتوي هذه الأزمة. Provide timely, accurate and credible information regarding the situation. لازم طبعا نقدم معلومات دقيقة موثوق فيها في الوقت المناسب. Communicate accurately. طبعا لازم يكون في تواصل بدقة وتواصل فعال ومحددين مين هم التارجت اودينسز الجمهور المستهدف بتاعنا. Are prepared to verify the training provided to workers.
يعني لازم طبعا يكون في استعداد ان يكون في تدريب للموظفين act quickly، طبعا تصرف بسرعة and appropriately، وده بما يتناسب مع الاستجابة للإعلام المتوقع أو الصحيحة. protect the name and reputation of your company and maintain employee, producer, customer and industry confidence. لازم نتصرف بسرعة، لازم نحمي الاسم وسمعة المؤسسة والعلامة التجارية ونحافظ على ثقة الموظفين والعملاء وكل الناس اللي بتثق فينا من أصحاب المصلحة. Influencer Communication، الاتصال عبر المؤثرين. What is influencer communication? Influencer communications is a messaging based approach to marketing communications that ensures consistency in how brands are perceived in different mediums such as news coverage, social media, speaking engagements, investor presentations, analyst reports, and content marketing. التسويق عبر المؤثرين أو الاتصال عبر المؤثرين بيعتمد على إن إحنا بنعمل رسائل تسويقية بتستهدف الحديث عن العلامة التجارية، إزاي هي الجمهور هيتلقاها ويكون صورة عنها، إن إحنا عايزين كمان نكون positive attitudes أو اتجاهات إيجابية نحو العلامة التجارية، فلازم يكون في أكتر من وسيلة اتصال بما فيها التغطيات الإخبارية، وسائل التواصل الاجتماعي، speaking engagements، كل دي طرق من خلال الوسائل الإعلامية سواء وسائل الإعلام التقليدية أو السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى الهدف منها ان احنا بنعمل محتوى تسويقي من خلال المؤثرين. The relevance of social media influencers for organizations has grown rapidly during the last years. فكرة ان احنا نعتمد على المؤثرين وعلى ان هم ليهم عدد كبير من الفولورز وانه احنا نستفيد من يعني علاقتهم بالفولورز بتاعتهم، ان هم بيؤثروا فيهم بشكل ايجابي، فيبتدوا يتكلموا عن البراند بتاعنا، يتكلموا على المؤسسة وجميع المنتجات اللي فيها، الخدمات اللي بتقدمها، فيسيبوا انطباع جيد عند الجمهور، وبالتالي ده يساعد في ان احنا الفولورز بتوع الانفلونسرز دول يبقوا كمان عندنا فولورز على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وبعد كده كمان يبقوا كاستومرز عندنا في المؤسسة، وبالتالي نقدر نعمل تسويق من خلال الانفلونسرز. ده بيتم من خلال strategic communication. فبنقول strategic communication faces the challenge to find new ways how to manage their influencer activities. ليه هو الاستراتيجيك او الاتصال الاستراتيجي بيواجه تحدي في ان هو يدير او يقدر يحدد الانشطة اللي يستخدمها المؤثرين بما يتناسب مع احتياجات اي مؤسسة، لانه طبعا فكرة المؤثرين ومدى تأثيرهم قد ايه، وهل فعلا النتائج اللي احنا عايزينها هي النتائج اللي هي المتوقعة دي هي اللي هتتحقق فعلا. فما نقدرش نقول انه communication management concepts اللي هي المفاهيم الخاصة بادارة الاتصال بشكل عام هي اللي هتنطبق على يعني إدارة أنشطة المؤثرين، وبالتالي الاستراتيجيك كوميونيكيشن هنا ليه دور ان هو يتحكم في الأهداف والأنشطة المطلوبة من الانفلونسرز عشان نحافظ على البراند وعلى صورة المؤسسة. ليه المؤسسات في الاستراتيجيك كوميونيكيشن بقت بتلجأ لبعض الأنشطة اللي بتعتمد على الانفلونسرز أو المؤثرين؟ ليه؟ لأنه في عندنا سببين. أول سبب، many influencers strive to monetize their status as micro celebrities. المؤثرين دلوقتي طبعا ان هم بيقدروا يستثمروا مكانتهم كمشاهير. والسبب التاني عندنا انه الانفلونسرز عندهم القدرة ان هم يقوموا باكتر من وظيفة كانت في الاعلام التقليدي كل واحدة فيهم منفصلة، فبنقول انه influencers combine functions that different actors have fulfilled previously. Creative agencies, advertising media, journalistic media, testimonial givers and opinion leaders. يعني قبل كده كان بيحصل انه مثلا الوكالات الابداعية، وسائل الاعلان، وسائل الاعلام الصحفية، قادة الرأي، كل حاجة من دول كانت منفصلة، لكن دلوقتي بقى شخص واحد هو اللي بيقوم بكل الكلام ده مع بعضه. هما المؤثرين بيقولوا رأيهم وبيقودوا الرأي في بعض الموضوعات وبيسيبوا أثر وبيعملوا دعاية وبيعملوا كل الوظائف دي في شخص واحد،
فطبعا المؤثرين، مثلا لو انا هعتمد على حد من المؤثرين اللي دايما بيسافر في اماكن كتيرة ان هو يغطي لي حاجة معينة او ان هو يتكلم عنها، وانا عارف ان هو هيؤثر في رأي الناس وفي الفولورز اللي هم نفسهم بيكونوا التارجت اودينس بتوعي، وبالتالي انا هعتمد عليه اكتر ما هعتمد على صحفي متخصص ان هو يسافر او ان هو مراسل في المكان ده. وعشان كده اصبح ليهم دور بيجمع اكتر من وظيفة. عندنا نقطتين مهمين: influencers as a new voice in strategic communication، انه احنا نعتمد على المؤثرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونعتبرهم ان هم من اصحاب المصلحة، ان هم third party ليهم دور مؤثر في تشكيل اتجاهات الناس وارائهم من خلال المدونات ومن خلال التويتس، من خلال البوست اللي بتنزل على صفحات السوشيال ميديا. كل ده معناه انه احنا محتاجين في الاستراتيجيك كوميونيكيشن، في الاتصال الاستراتيجي، ان احنا يكون ليهم دور فعال من خلال أنشطة ليها تأثير على الجمهور المستهدف للمؤسسة وفقا لخطتها. عندنا كمان the role of internal influencers. مين هم الانترنال انفلونسرز او المؤثرين الداخليين؟ هم الموظفين. ليه هم الموظفين؟ لانه طبعا الموظفين ليهم تأثير لما بيكتبوا على السوشيال ميديا، بيكتبوا وجهات نظرهم بما يدعم المؤسسة، فده بيأكد قد ايه هم عندهم ولاء وانتماء ليها. وبالتالي الموظف عمره ما هيكتب كنوع من الدعم للمؤسسة الا لو كان عنده رضا وظيفي، لان هو شايف المؤسسة من جوه بتشتغل ازاي. الجمهور ما بيبقاش شايف ايه اللي بيحصل جوه، لكن كمان بيثق في رأي الموظفين لان هم اللي شايفين الإدارة بتتعامل ازاي، بتفكر ازاي، بتخطط ازاي، وبالتالي بيكون ليهم دور مؤثر. Internal influencers are employees who can shape their colleagues' opinions, beliefs, and behaviors. هنا احنا بنتكلم على الموظفين كمؤثرين داخليين. هما هيأثروا في الناس ازاي؟ هيأثروا في رأيهم، في معتقداتهم، في سلوكهم، من خلال ان هما بينشروا بوست او ان هما بيتكلموا عن المؤسسة بشكل ايجابي، بيحكوا عنها. Sometimes referred to as employee influencers, these individuals are highly respected and trusted by their colleagues. يعني بيكون في ثقة من زملائهم فيهم، لأن هم لما بيتكلموا عن المؤسسة وهم جواها عارفين إيه اللي بيحصل، بيكون في ثقة عالية فيهم وفي كل الكلام اللي بيتقال. في دراسة أثبتت إنه 70% of employees are likelier to trust information about their company that they receive from their colleagues than from the company's official channels. الناس اللي هم الموظفين اللي بيشتغلوا في المؤسسة ليهم يعني زملاء وليهم أصدقاء وليهم على الصفحات بتاعتهم الفولورز بتاعهم، وبالتالي هم بيكونوا ليهم قوة تأثير بنسبة 70% أكتر. إن الناس بتثق في معلوماتهم أكتر من القنوات الرسمية للمؤسسة. ميديا كوميونيكيشن، وسائل الاتصال والإعلام. التعامل مع الإعلام أو من خلال الإعلام بيحتاج إن احنا نكون فاهمين عملية الاتصال بتتم إزاي، النقاط المهمة اللي احنا لازم نتبعها عشان نحافظ على الإيمج بتاعة المؤسسة وعشان نضمن أفضل تواصل مع الجمهور ومع حتى الإعلاميين نفسهم. مين اللي هيمثل المؤسسة عشان يتكلم نيابة عنها، وهو اللي هيكون صورة المؤسسة وهو في مثلا في مؤتمر صحفي أو بيتواصل مع مراسل صحفي. القواعد اللي الموظفين المفروض يعرفوها. احنا لما هنيجي نتكلم على وسائل الإعلام والاتصال لازم نعرف انه في دايما relationships، في علاقات، في دايما preparation، في تحضير. Good media relations begin long before you are contacted. يعني لازم يكون في تحضير، بمجرد ما بيكون حد بيكلمنا او يتواصل معانا عشان التواصل من خلال وسائل الإعلام. لما نيجي نرجع للمحاضرات الأولى اللي احنا شرحنا فيها، هنقول أول محاضرة اتكلمنا فيها برضو عن ان احنا يكون عندنا سياسة إعلامية للمؤسسة، فبنقول هنا draft and implement a media policy. Number two, educate employees on the policy.
لازم الموظفين كمان يتدربوا على البوليسي وياخدوا فكرة عنها ويبقوا عندهم زي تريننج كده، يبقوا عارفين ايه الخطوات، ايه اللي هيتعمل لما يحصل ايه. identify and train a lead spokesperson، طالما في حد احنا محددينه وهنحدد هو اللي هيتكلم نيابة عن المؤسسة وهو المتحدث باسمها، فلازم كمان يتدرب ازاي ان هو يقدر يتكلم public speaking قدام الناس، وان هو ازاي يكون عنده ثقة في نفسه، وكلمنا عنها بنقاط محددة سابقا. establish relationships with reporters، لازم يكون في عندنا علاقات جيدة مع المراسلين. know your target audiences، عارفين مين هم الجمهور المستهدف. develop and know your key and secondary messages، طبعا اي رسالة بنبعتها من خلال الاعلام لازم نكون عارفين ايه هي الرسائل الاساسية وايه الرسائل الثانوية، ايه الاهم فالمهم. كمان عندنا ان احنا نكون عارفين ايه هي الاسئله اللي ممكن تتسال لنا ونبقى محضرين اجابات، يعني نخمن الاسئله. لكن طبعا لو في حد هو اللي بيعمل لنا الانترفيو مش حي يعني، او في لقاء تلفزيوني مثلا، مش شرط ان هو يدينا الاسئله، بس بنبقى عندنا زي تحضير للاجابات جاهزه. answer questions with your messages، لازم واحنا بنجاوب دايما الأسئلة بيبقى عندنا رسائل ضمنية عايزين نوصلها، رسائل واضحة ومحددة، ورسائل برضو بتكون ضمنية توصل للجمهور صورة جيدة عن المؤسسة. no comment is usually no good، خاصة في الأزمات وفي الأسئلة اللي بتكون فيها تفاصيل، ما ينفعش ان احنا نسكت او لا تعليق، ما نعلقش، لانه ده ما بيديش انطباع جيد عن المؤسسة. if you hide from the media most people will suspect that you have something to hide، لو احنا اختفينا عن الإعلام وما طلعناش نتكلم خاصة في وقت الأزمات، طبعا الجمهور هيشك، اكيد في حاجة عندنا احنا ومخبينها. لكن احنا اتكلمنا قبل كده انه حتى لو انا ما عنديش رد في الوقت الحالي، لازم اوضح انه احنا بنحاول نشوف الموقف ايه وبنحاول نستوضحه، وان احنا هنوفر للجمهور معلومات بمجرد توافرها. لما بيجي حد من المراسلين او اي وسيلة اعلامية بتتواصل مع المؤسسة عشان عايزة تعمل انترفيو، عايزة تستفسر عن حاجة معينة زي الازمة مثلا او ايفنت معين، ففي الحالة دي الواحد بيبتدي يفكر. طبعا المؤسسة عندها تيم بيكون شغال، كل حد ليه وظيفة او ليه حاجة مسؤول تاسك معينة، فبنسأل مجموعة اسئلة زي ايه، هو is calling، مين اللي يعني بيتصل بينا، او مين المؤسسة او الجهة اللي عايزة تتواصل معانا، طب الشخص اسمه ايه، وظيفته ايه، الديدلاين هو عايز امتى يكون اللقاء او امتى يكون الحديث. طبعا لازم ناخد وقت time out ان احنا نفكر ونستعد ونحضر اجاباتنا على الاسئلة اللي احنا بنخمن ان احنا ممكن نتسألها. decide who will speak to the reporter، مين اللي هيتكلم مع الصحفي. decide your key messages، ايه الرسائل المهمة اللي احنا عايزين نوصلها للجمهور بتاعنا. لازم نفكر في likely questions، الاسئلة المحتملة، ونحاول نكتبهم، وبعد كده طبعا بنكون محددين اجابات نموذجية عليها تعكس صورة المؤسسة بشكل إيجابي، نبتدي نعمل زي تدريب عليها على الأقل، حتى منتلي نفكر إحنا لما هنجاوب إزاي، ترتيب الكلام إيه، طبعا الطريقة اللي بنتكلم بيها، الثقة بالنفس، حاجات كتيرة جدا بيحضرها السبوكس بيرسون، الشخص المسؤول عن التحدث نيابة عن المؤسسة. عندنا بعد كده طبعا الجمهور المستهدف، مين هما، احنا لازم نكون محددين احنا بنتارجت مين. your target audiences or publics، if you say something publicly who will hear it، طالما بقول حاجة للجمهور بشكل عام مين اللي هيسمعها، هي رايحة لمين، and how will it affect them، وحتأثر كمان في الناس دي ازاي. لازم اكون عارف قوة التأثير، نوع التأثير، هل هو ده اللي أنا عايزه وده اللي هيحقق لي الهدف من الرسالة ولا لأ. The general public اللي هو ال current, past and future clients, regulators and legislators, employees, the media، الجمهور بتاعي سواء الجمهور العام، سواء الناس المسؤولين عن تنظيم القواعد، المشرعين، الموظفين، الإعلام، كل أصحاب المصلحة وأطراف المصلحة، قد إيه الرسائل دي هتكون ليها تأثير عليهم، هتوصل لهم ولا لا. طب انا بستهدف مين منهم، هل انا بستهدف كل الناس ولا لكل مقام مقال، على حسب يعني الانترفيو، على حسب الحدث، على حسب الايفنت، على حسب الحاجة اللي انا طالع
اتكلم عنها والوسيلة اللي بتكلم فيها، وبالتالي بحدد الجمهور بتاعي. Develop your messages. هنا نيجي بقى نتكلم على الرسائل. لما هنيجي نوصل للجمهور المستهدف قلنا عندنا نوعين من الرسائل، رسائل أساسية ورسائل ثانوية. طيب الكي مسجز بتكون لمين؟ هي احنا بنستهدف بيها الجمهور العام. طبعا الجمهور العام عندي جمهور ليه صفات وخصائص مختلفة ومتنوعة، فهنا لازم الرسائل تكون واضحة بتخلو من المفاهيم والمصطلحات الصعبة. لو استخدمت أي مصطلح لازم أشرحه وأوضحه بالأسلوب اللي يوصل لجميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة، بحيث انه طبعا احنا عندنا مستويات كتير ثقافية وتعليمية، وطالما جمهور عام يعني على حسب المستوى بتاع الوسيلة نفسها، محلية اقليمية عالمية، انا بتارجت مين؟ فانا لما اتكلم لازم اكون عارف الرسائل بتاعتي رايحة لمين عشان تقدر تسيب immediate impression، يعني يبقى في انطباع في ساعتها عن المؤسسة. وطبعا احنا يهمنا ان يكون في نكون زي اتجاه ايجابي عن المؤسسة ونسيب انطباع ايجابي عن صورة المؤسسة والامج بتاعها. بالنسبة للsecondary messages بنتكلم على specific audiences. لما بكون بستهدف جمهور يعني بنقول عليه جمهور مخصص، او انا ليا جمهور من فئة عمرية معينة، فبعمل له الرسالة بتاعته customized، بفصلها على المواصفات بتاعته. زي مثلا لو بتكلم مع الأطفال، بتكلم مع الشباب، بتكلم مع السيدات، في فئة معينة أنا محددها وهي دي اللي أنا بفصل لها الرسالة عشان أنا عايز أحقق منها هدف معين. Develop your messages before you talk with a reporter. لازم أكون كمان محضر الرسائل قبل ما أتكلم مع الريبورتر، حتى لو أنا مش عارف هو هيسألني في إيه، بس لازم أكون أنا عندي هدف من اللقاء بجانب الهدف اللي الريبورتر عايز يحققه أو يستوضح بعض النقاط. أنا كمان لازم يكون عندي أسئلة محتملة وعندي رسائل كمان عايز أوصلها فأحطها ضمن الإجابات على الأسئلة. لازم يكون في rehearse وrepeat، يعني لازم طبعا إن إحنا بنتدرب وبنشوف إحنا هنقول إيه أثناء الانترفيو ومحضرين إيه الإجابات اللي ممكن نقولها. لما بنتكلم على المتحدث الرسمي باسم المؤسسة لازم نتكلم على الابيرنس، على المظهر، بمعنى انه في 75% من المعلومات بتيجي من العين، والنسبة التانية 25% هي اللي بتيجي من ان احنا نسمع. ليه؟ احنا عندنا ذاكرة سمعية وذاكرة بصرية، احنا بنخزن المعلومات اللي بنشوفها اكتر من المعلومات اللي بنسمعها. واحد ممكن ينسى هو سمع ايه، بس فاكر التكوين البصري، فاكر الشخص اللي طلع يتكلم المتحدث الرسمي كان لابس ايه، كان بيتكلم ازاي. need to look the role، يعني ان هو يكون النموذج قدامهم، الرول موديل، الشخص اللي نقول عليه ده قدوة، ده هو كان نموذج يحتذى به، ده هو فعلا يمثل المؤسسة ويدي انطباع جيد وصورة ايجابية عنها. professional، شخص محترف عارف هو بيقول ايه وبيتكلم ازاي ومرتب كلامه وعارف الافكار اللي عايز يوصلها للجمهور، اسلوبه سهل وسلس بيوصل للناس ببساطة. execution، لما بنتكلم على التنفيذ لازم يكون وهو بيتكلم برضو بيبريف، يعني لازم يكون بيختصر في الكلام، to the point، يعني محدد هو عايز يقول ايه، عايز يوصل ايه الرسائل اللي عايز يقولها على طول، حتى لو هو عنده فكرة معينة عايز يقولها وبيحاول يكررها عشان يأكد عليها في اول الحديث وفي نص الحديث وفي نهاية اللقاء، هو عارف هو بيعمل ايه، فهو هنا professional. كمان know when to stop talking، لازم كمان يكون عارف امتى يسكت، مش كل حاجة بتتسأل لازم يجاوب عليها، لازم طبعا يحاول يتجنب السخرية. في صفات معينة للمتحدث الرسمي اللي بيمثل اي مؤسسة عشان يكون هو الصورة الايمج بتاعت المؤسسة الايجابية اللي تشكل في الاخر وتسيب اثر ايجابي وتشكل الاتجاهات الايجابية عند الجمهور. من الصفات دي كمان ان هو طول الوقت يكون بيقول الحقيقة، always tell the truth، وان هو ما يكذبش خالص، keep your cool،
عنده القدرة على الاحتفاظ بهدوءه، بي بوزيتيف، دايما بيتكلم بصورة فيها حديث إيجابي، في تفاؤل، يبعد عن السلبيات. avoid slang language، حاول يتجنب العامية بقدر الإمكان. يعني في اللغة العربية اللي هي بتكون سهلة وبسيطة يوصل بيها المعنى لكل الجمهور. build bridges from loaded questions to informative answers، بيحاول يبني جسور ما بين الإجابات اللي هو عايز يوصلها وبتكون فيها المعلومات الإخبارية اللي عايز يوصلها للجمهور والأسئلة اللي بتتسأله، يعني بيحاول يعدي من ده لده علشان يوصل الرسالة اللي هو محضرها ومستعد ان هو يقولها ويوصلها للجمهور. repeat your key messages before you conclude، قبل لما بيعمل conclusion لازم يأكد على الرسائل الأساسية بتاعته اللي كان عايز يأكدها ويوصلها عشان يفضل الجمهور فاكرها لأن هي نهاية اللقاء. طبعا في التواصل مع الإعلام لازم نبقى عارفين ان احنا لازم نقيم كل فترة احنا البلان بتاعتنا كانت صح ولا غلط، الرسائل بتاعتنا اللي وصلت حققت هدفها ولا لأ، الجمهور شافها ازاي، شايفنا ازاي. فبنعمل نوع من التقييم الايفاليويشن، لازم نشوف ايه الحاجات اللي احنا الرسائل الاعلاميه اللي احنا تركناها على السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام التقليديه، نتفرج على نشرات الاخبار، نحاول ننتقد ادائنا في وسط اداء المؤسسات الاخرى المنافسه لينا، نحاول نشوف الحاجات المعلومات اللي احنا قدمناها كانت دقيقه accurate or inaccurate، كانت غير دقيقه، لانه لو احنا بنقدم معلومات غير دقيقه لازم نرجع نصحح هذه المعلومات عشان نفضل محافظين على ثقة الجمهور فينا، نعمل make corrections، لازم نصحح ده، ونحاول على طول طول الوقت نحافظ على الدقة بتاعتنا. والمتابعة لازم تكون في report طبعا مكتوب او في follow up in writing، يعني لازم يكون في حاجات مدونة نقدر نرجع لها عشان نعرف ايه الاخطاء اللي كانت موجودة واحنا صححناها ازاي وازاي نطور الخطة فيما بعد. لازم يكون عندنا نسخ من الرسائل بتاعتنا للجمهور الاساسي اللي هو الكي اودينس، لازم تتبعت ليهم، نحاول نوصل لهم عن طريق اكتر من تشانل، ان احنا طلعنا في الاعلام كان عندنا ايفنت نوصل لهم الرسائل دي زي ما بنتلقى بعض الايميلات او الرسائل على الهاتف المحمول او من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، ان هي بتعرفنا كانت المؤسسة الفترة اللي فاتت عاملة انشطة اعلامية ايه، بنبقى عارفين الميديا بتقول ايه عننا. فده كل ده نوع من التواصل مع الجمهور للتأكيد على الكي مسجز، لان هم كمان كي اودينس، هم كمان جمهور اساسي مهم بالنسبة للمؤسسة. communicating on social channels، التواصل عبر القنوات الاجتماعية وهي وسائل التواصل الاجتماعي. اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن وسائل التواصل الاجتماعي بالتفصيل، واتكلمنا عن أهميتها في إدارة الأزمات وفي الحد منها والتواصل مع الجمهور بشكل مباشر. احنا هنا هنأكد تاني على نفس الكلام، ان وسائل التواصل الاجتماعي الميزة فيها هو تدفق المعلومات بشكل ثنائي الاتجاه، يعني ما بين الجمهور وما بين المؤسسة، two way flow of information، ودي ميزة لوسائل التواصل الاجتماعي انه بيكون في تواصل لحظي، اول ما بيكون في ازمة او بيكون في حدث ما على طول تقدر المؤسسة تدخل توضح للجمهور وتتواصل معاه وتجاوب كمان على استفساراته. طبعا البيئة التفاعلية اللي بيوفرها الويب او الانترنت ده اللي بيساعد على انه يكون في محادثات وفي اتجاهات مختلفة من المحادثات، وده طبعا بيضطرنا ان احنا يكون عندنا العديد من التولز او الادوات اللي بتخلينا نحلل هذه المحادثات ونفهم اتجاهات الجمهور ونفهم مشاعره، وبالتالي نقدر نوجه حديثنا ليه بصورة صحيحة. كمان مجال ما بين وسائل التواصل الاجتماعي واتصال الأزمات هو موضوع مهم، لأنه زي ما وسائل التواصل الاجتماعي بتقدر توفر أدوات مفيدة في التواصل مع الجمهور، لكن أحيانا بتسبب للمؤسسات أنه ينتشر عليها شائعات أو تسبب لها أزمة كبيرة، وبتبقى لازم تستخدم في الحالة دي المنصات نفسها للوصول للجمهور ووسائل الإعلام التقليدية أو الوصول مباشرة للجمهور عن طريق الهاتف مثلا أو عن طريق الإيميلز. المهم ان هي تقدر تحتوي الأزمة حتى لو كان متسبب فيها بعض المعلومات الخاطئة على التواصل الاجتماعي، او انه تسببت في انتشارها وهي بالفعل
حادثة واقعية يعني حصلت، فلازم برضو الشركة أو المؤسسة توضح ايه الملابسات بتاعة الموقف، ايه اللي المفروض يتم، هي هتعمل ايه، رأيها ايه، الخبراء اللي عندها هيتعاملوا ازاي مع الموقف عشان يكون في مصداقية وشفافية مع الجمهور. في تقرير عن وسائل التواصل الاجتماعي واتصال الأزمات بيدينا بعض المؤشرات، مثلا 72% من المؤسسات بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان تجمع معلومات وقت لما بيكون في أزمة. 72% of organizations use social media to communicate or gather information during a disruptive incident. 58%, the majority of respondents, use either Twitter, Facebook or WhatsApp to gather real-time information during a disruptive incident. الدراسة كمان وضحت، أو التقرير ده وضح، أنه 58% من المبحوثين جاوبوا بأنه تويتر أو الفيسبوك أو الواتساب بيستخدموها عشان يجمعوا المعلومات بشكل لحظي عن الحدث اللي هم بيتكلموا عنه أو involved فيه. 54% believe it's the responsibility of social media companies to guarantee reliable communications platforms. يعني 54% من المبحوثين أجابوا بأنه في مسؤولية على يعني الشركات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي إن هي تضمن منصات تكون فيها اتصال موثوق فيه، يعني فيها معلومات موثوق فيها طبعا، وبتبقى ما تبقاش فيك يعني. 64% agree that they should provide dedicated communications app such as Facebook safety check system. المفروض انه يكون في طبعا طرق للتحقق والتأكد من الأمان بتاع منصات التواصل الاجتماعي، لأنه 64% بيوافقوا على فكرة أن يكون في هذا السيستم أو النظام اللي بيضمن الأمان بتاع المعلومات بدون اختراق وبدون تضليل. التقرير كمان أوضح إيه هي المميزات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي أثناء الأزمات، أو الفانكشنز، الوظائف اللي بتقوم فيها أو ليه الناس بتلجأ ليها، لأنه اليوزابيليتي، السهولة بتاعت الاستخدام. 79% من المبحوثين كانوا بيقولوا أول حاجة سهولة الاستخدام، حجم المعلومات المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي، كمان the low cost أو التكلفة القليلة. طبعا التقرير أشار لأنه 72% من المؤسسات بتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي زي ما احنا قلنا عشان تجمع المعلومات. كمان بعض المؤسسات بتعتمد على برامج لمراقبة ما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا مونيتورينج، لكن بعض المؤسسات الأخرى اللي بتعتمد على المانيوال مونيتورينج، بتستخدم الطريقة اليدوية في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن المنشنز والكيوردز الخاصة بالمؤسسة والبرودكتس والاندستري والكمبيتيتورز، يعني ده الشكل المانوالي. لكن اللي بيستخدم تول او سوفت وير طبعا بيسهل على نفسه لانه بيقدر ياخد بيانات دقيقة وسريعة. كمان التقرير اوضح انه المؤسسات بتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر لانها طبعا بيبقى فيه تكاليف منخفضة في استخدامها كوسيلة في التعامل مع الأزمات، بخلاف التعامل مع الأزمات بوسائل أخرى غير وسائل التواصل الاجتماعي. وعشان كده تقريبا أكتر من نص العينة أو ما يقرب من نص العينة قالوا إن هم بيعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لو حصل إن وسائل التواصل الاجتماعي دي غير موجودة ممكن ما يقدروش إن هم يتواصلوا أثناء الأزمات، وهيكون التواصل بتاعهم بشكل محدود. Nearly half of the sample rely on social media to the extent which in case these were unavailable, their crisis communications capabilities would be seriously limited. Crisis scenario planning. أي أزمة بتحصل بتحتاج إن احنا نعمل تخطيط للسيناريو بتاع الأزمة. طبعا ده بيبقى على حسب طبيعة الأزمة ونوعها وإيه السيناريوز المختلفة اللي احنا بنحطها لكل أزمة من الأزمات، واتكلمنا على ده بالتفصيل في محاضرات سابقة، لكن كمان هنأكد عليهم من خلال 3 نقاط أساسية. قبل ما نتكلم على 3 نقاط الأساسية لازم نعرف أو نفتكر مع بعض إيه هي الأزمة. A crisis is the ultimate unplanned activity and the ultimate test for managers. In a time of crisis, conventional management practices are inadequate and ways of responding usually insufficient.
طبعا الأزمة هي نشاط غير مخطط له، يعني حاجة بتحصل فجأة، هي تعتبر اختبار للمديرين اللي بتبين مدى كفاءتهم في التعامل مع الأزمة اللي ظهرت بشكل مفاجئ. ليه؟ لأن المدير المفروض عارف إن في تخطيط وفي سيناريو للتعامل مع أي أزمة بتحصل، ونتعامل باحترافية حتى لو كانت في أحداث الأزمة في حاجات جديدة لسه إحنا مش متوقعينها أو حصلت بشكل مفاجئ، في كمان احترافية في التعامل مع هذه الأحداث. الـ Communications Practitioner أو الممارس المسؤول عن الاتصال والتعامل مع الأزمة، كل ما بيكون عنده خبرة في إدارة الأزمة والاستجابة السريعة والرد بشكل احترافي، كل ما بيقدر يسيب انطباع إيجابي بثقة عند أطراف أو أصحاب المصلحة والجمهور، عشان يقلل من الأضرار المحتملة على سمعة المؤسسة ويحاول إن هو يتفاداها ويحتوي الأزمة بطريقة فيها يعني شفافية ووضوح مع الجمهور. Number one, crisis prevention. أهم حاجة إن احنا نحاول نمنع حدوث الأزمة، واحنا قايلين إنه دايما في pre-crisis، مرحلة ما قبل الأزمة، بتكون في بعض المؤشرات اللي لازم المؤسسة تاخدها بمحمل الجد، وإن هي تتعامل معاها وتحاول تتفادى هذه الأزمة من خلال إنها تحل المشكلات البسيطة اللي لسه بتنشأ وبتشكل خطر على سمعة المؤسسة الـ company's reputation، وبتحاول إن هي تقلل أي مخاطر عليها عشان تتفاداها فما يحصلش أزمة، ودي crisis prevention، مرحلة منع الأزمات. الأبحاث أظهرت إنه أغلب المؤسسات اللي بتحصل لها أزمات بتكون فشلت في إن هي تحدد المخاطر المحتملة إن هي تكبر وتكون أزمة، ما قدرتش تحدد ده في مرحلة مبكرة، وبالتالي طبعا كبرت المشكلة وتحولت لأزمة. Research shows that the vast majority of crises arise when companies fail to identify a potentially continuous issue at an earlier, more benign stage and to develop a plan of action to manage the issue before the issue manages them. والطبيعي انه قبل ما هي المشكلة هي اللي توجهنا وتحركنا، احنا اللي لازم نكون عندنا الـ plan of action او الخطة اللي تتعامل مع الأزمة عشان تحتويها ونقدر نتحكم فيها ونديرها بصورة صحيحة. Creating a crisis communications plan، عشان نقدر نعمل خطة للتعامل مع الأزمة. The issues audit، بنتكلم عن تدقيق المشكلات وحل المشكلات من الأول. becomes the front end of a company's crisis communications plan، هو ده الواجهة أو خط الدفاع الأول بالنسبة لنا اللي بيخلينا نتعامل مع الأزمات، إن احنا يكون عندنا دايما في خطة فيها خطوات وإجراءات وفيها أكتر من سيناريو إزاي نتعامل مع الأزمة بصورة مفصلة وفيها تدقيق للأحداث الخارجية غير المتوقعة الـ unforeseen external events، إزاي هتتم وإزاي هنتعامل معاها. كمان نقدر نختبر الخطة testing the plan in order to ensure that the messages contained in the crisis plan are delivered effectively and with credibility and that the plan can be carried out. it needs to be tested، عشان اقدر اقول ان الخطة بتاعتي فيها رسائل هتساعد على حل الأزمة بطريقة فيها شفافية ومصداقية. لازم أشوف إمكانية تنفيذ هذه الخطة وأعمل لها اختبار ما قبل الأزمة أثناء تدريب الفريق بتاعي على التعامل مع الأزمات، وبيكون في أكتر من طريقة شرحناها لاختبار الرسائل على منصتنا وتفاعل الجمهور معها، وبالتالي نقدر نحدد هيكون تفاعله إزاي. Number two, crisis management. Plan for the worst, hope for the best. طبعا واحنا بندير الأزمة بنخطط للأسوأ، لكن بنتمنى دايما يحصل الأفضل، فبنقول despite the best planning and foresight organizations find themselves in a crisis from time to time. برغم التخطيط الجيد في أي مؤسسة، لكن بيحصل إنه المؤسسات من فترة للتانية بيحصل لها أزمات. طبعا حجم الأزمة ومدى خطورتها وإزاي ممكن تأثر على المؤسسة سواء ماليا أو على سمعتها أو على إنتاجها فيما بعد بيختلف من طبيعة الأزمة للأزمة الأخرى.
research has discovered common internal reactions when the issue first breaks. طبعا بتكون في ردود أفعال داخلية بتختلف بمجرد ما بتظهر أي مشكلة، على حسب الإدارة وعلى حسب التخطيط منها بيكون عامل إزاي، ومين الفريق، إذا كان الفريق عنده خبرة ولا خبرته ضعيفة، على حسب حجم المؤسسة وقد إيه هي ليها يعني ثقل في الإندستري أو في السوق. Before the company knows about the incident, cameras are on the scene. طبعا ممكن قبل المؤسسة نفسها ما تعرف عن الحدث نفسه بيكون كل الإعلام موجود والكاميرات بتصور وبتتكلم. طبعا في غياب المعلومات in the absence of real information an organization cannot respond meaningfully. طبعا أي مؤسسة ما تقدرش ترد بطريقة فيها واقعية ومعلومات صادقة إلا لو كانت عندها معلومات حقيقية هي عارفاها واثقة منها عشان تقدر ترد بيها. على الرغم من كل ده، حتى لو في غياب للمعلومات، لكن الإعلام بيفضل يعمل تغطيات دقيقة بدقيقة، ودايما الأحداث بتكون في وسائل الإعلام المختلفة على حسب حجم الإيفنت اللي حصل، وبالتالي بيحصل زي تصاعد للأحداث، وبالتالي إدارة الحدث وإدارة الأزمة بيكون محتاج نوع من التخطيط السليم والحكمة والاحتراف عشان المؤسسة ما تفقدش الجمهور بتاعها أو تفقد السيطرة على هذه المشكلة. Assessing a crisis، تقييم الأزمة. واحدة من أهم المهارات الأساسية في أي مؤسسة هو أن أنا أعرف أحدد مستوى الأزمة اللي قدامي، إمتى ممكن تكبر، إزاي أقدر أحتويها، أهميتها، المدى بتاع الأهمية، الليفل بتاعها إيه. وكلمنا قبل كده على مستويات الأزمة، أن إحنا نقدر نحدد كمان مدى الخطورة بتاعتها هي في أنهي مستوى. One of the most vital skills a company can possesses is the ability to determine if, when, and at what level of importance a crisis has struck. بيكون عندنا طبعا مجموعة من الأسئلة اللي دايما بنسألها لو حصلت أي مؤشرات لأي أزمة. Is this a crisis or is it simply a continuing business problem coming to the surface? أحيانا بتكون في بعض المشكلات المستمرة والموجودة لكن فترة بتظهر وفترة بتختفي، فهل هي من المشكلات اللي كل فترة بتظهر في البزنس بتاعنا أو في المجال أو الصناعة اللي احنا متخصصين فيها، ولا هي أزمة حقيقية؟ Is it confined to a local area or does it have the potential to become a situation of national or international importance؟ لازم نعرف برضو هي على أنهي مستوى، هل هو مستوى محلي، مستوى إقليمي، مستوى دولي، على أي مستوى عشان أقدر أحدد هيكون التعامل معها إزاي. Has someone verified the incident or crisis؟ في حد أكد لنا فعلا أن هي الحادثة دي حصلت أو الأزمة دي حصلت؟ زي مثلا لما بتيجي في الأخبار أنه في طيارة اختفت فيبتدي الأخبار تنتشر، طب هل حد أكد من الشركة التابع ليها الطيارة أو اللي كان راكب عليها الركاب؟ في حد من الأهالي أكد فعلا اختفائهم؟ في حد من الحكومة أعلن؟ لازم يكون في حد بيأكد المعلومة أو بيوضحها. What are the legal implications؟ ايه هي الاثار القانونيه؟ What level of resources will be required to manage it؟ ايه هو مستوى الموارد المطلوب لاداره هذه الازمه؟ Number 3 crisis recovery regaining trust. طبعا المرحله الثالثه ان احنا لو حصلت الازمه وبنتخطاها لازم بقى نتعافى منها ونحاول نستعيد ثقة الجمهور فينا وثقة العملاء وأصحاب المصلحة. A company should examine the impact the incident has had on its brand and reputation. If the brand has taken a hit, a company may need to give consumers a reason to trust them again. لو حصل انه في أزمة حصلت للمؤسسة تأثر على سمعتها وعلى يعني البراند بتاعها، العلامة التجارية، لازم تقدر توفر للجمهور سبب reason عشان تقدر تستعيد ثقتهم تاني. Companies should consider a broad range of potential communication initiatives to restore trust and loyalty. طبعا حتى لو هي قدرت تتعامل مع الأزمة وتقول الأسباب وتوضح، لازم تعمل مبادرات من الاتصال الفعال عشان تقدر توصل للجمهور وتحاول تستعيد الثقة والولاء مرة تانية.
Public opinion surveys can track changes in attitudes towards a company in the weeks and months after reputation-focused programs are launched. طبعا استطلاعات الرأي العام بتساعد ان احنا نعرف التغير بتاع اتجاهات الجمهور، خاصة لو كان يعني مر اسابيع او اشهر من اطلاق البرامج اللي بتحاول تحافظ على سمعة المؤسسة وتركز عليها. كمان احنا اتكلمنا على السوشيال ليسننج والسوشيال مونيتورنج، وان احنا عندنا بعض التولز اللي بتساعدنا على ان احنا نراقب ايه اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي عشان نقدر كمان نعرف الاتيتيودز ونعرف السنتمنتس او المشاعر الخاصة بالجمهور بتاعنا، ونحاول نستعيد هذه الثقة من خلال التواصل المباشر مع الجمهور بكافة طرق الاتصال. 10 rules for crisis management. عندنا بعض القواعد اللي ممكن نقول عليها قواعد ذهبية في التعامل مع إدارة الأزمة. القاعدة الأولى عندنا respect the role of the media، ان احنا نحترم دور الإعلام. بدل ما احنا بنحاول ان احنا نتجنب الإعلام لما بتحصل أزمة بنتعامل معاه وكأنه أحيانا عدو او ان هو ضد المؤسسات، لا، خلينا نستفيد من الإعلام بكل وسائله سواء التقليدية او الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي، ان احنا نستفيد منها كقنوات ان احنا نوصل الكي مسجز بتاعتنا، الرسائل الاساسية للكي اودينسز بتوعنا او للجمهور المستهدف الاساسي بالنسبة لنا اللي احنا عايزين نوصل له توضيحات، عايزين نوصل له معلومات فيها حقائق وفيها يعني الموقف عبارة عن ايه او ايه اللي حاصل وقت الازمة، بدل ما يعتمد على قنوات يجيب منها المعلومات وتكون المعلومات دي مزيفة فيك. The media are not the enemy. They have direct access to the audiences you need to reach. الإعلام عنده القدرة انه يوصل بشكل مباشر للجمهور اللي انت عايز توصل له. Rather than avoiding media, use them as a channel to communicate key messages. Prepare a statement that includes the confirmed facts. Communicate what the company is doing and provide background information. نقدر من خلال الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها ان احنا نحضر الحقائق ونتواصل مع الجمهور بمعلومات حقيقية، ونعرفه كمان هي المؤسسة بتعمل ايه عشان تحتوي الأزمة او تتعامل معاها. Number two, communicate. عشان نتواصل احنا عارفين ان احنا عندنا في الإعلام حاجة اسمها 5 W's and H، اللي هما بنسأل ايه اللي حصل، امتى حصل، حصل فين، مين اللي كان في الاحداث، طيب ايه اللي هيحصل تاني، طب ازاي الحاجة دي حصلت وليه حصلت. الاسئلة دي بتساعدنا ان احنا يبقى عندنا اجابات نقدر نوصل بيها لمسج او رسالة نعرف نتواصل بيها مع الجمهور، لانه الساعات الاولى في التعامل مع الازمة هي اهم ساعات. The first rule of crisis management is to communicate and they set the tone for the duration of the crisis. الساعات الاولى مهمة، هي اللي بتحدد كمان المدى اللي هيستمر عليه الازمة من المدة، يعني هي هتقعد قد ايه. كل ما انا بقدر اتدارك الازمة، كل ما بحتويها، كل ما بأثر في مدة استمراريتها. The media's first questions are likely to be simple and predictable. What happened? What are you doing about it? Why happened? Were there warning signs? Where? When did you know of the problem? Who is to blame? How will life or property be protected or compensated? احنا بالمهم جدا نقدر نعرف ايه السبب، احنا هنعمل ايه في الازمة دي، ازاي الحاجة دي حصلت، هل كانت في علامات تحذيرية او موجود فعلا كانت علامات واحنا يعني ما اخدناش بالنا منها، حصل امتى، حصل فين، مين الشخص المفروض يتلام، طب الناس لو احنا هنحاول نحميهم او ان احنا نعوضهم عن اللي حصل طبعا بجانب الاعتذار. كل دي اسئلة مهمة في التواصل مع الجمهور. Number three, take responsibility. من المهم جدا ان المؤسسة تتحمل المسؤولية. طبعا one of the more controversial tenets of crisis management is that someone involved in a crisis must be prepared to emphasize, even publicly apologize for the events that have transpired.
يعني في شخص لازم هيطلع هيعلن اعتذاره ومدى التعاطف بتاعه مع اللي حصل، وانه هو اللي متحمل المسؤولية. فدايما بيكون في السبوكس بيرسون او الشخص المتحدث باسم المؤسسة واللي بيمثلها، مهما كان حجم الأزمة لازم طبعا يكون عنده اتزان وثقة وهو بيتعامل مع الموقف، ويعرف يتعامل مع وسائل الإعلام والجمهور بصورة احترافية. Number 4 centralized information. أي مؤسسة لازم يكون عندها القدرة على إن هي تجمع المعلومات بصورة سريعة وتعرف تتعامل معها وتحدد المستويات المناسبة لإدارة المعلومات من مصادر متنوعة، يعني إن هي تجيب من الميديا كفرج، تغطيات الإعلامية، من تعليقات المحللين الأناليست كومنتس وال and managers reports والتقارير بتاعت المديرين، لأنها من الحاجات المهمة اللي هم يحددوا الليفلز بتاعت المعلومات المطلوبة واللي محتاجينها، وان هم كمان يحللوا هذه المعلومات بصورة فيها خبرة وبشكل سريع عشان يقدروا يتعاملوا مع الأزمة قبل ما تتصاعد بشكل كبير. Number 5 establish a crisis team. لازم يكون عندنا فريق طبعا قوي يتعامل مع الأزمات ومدرب على التعامل مع المواقف المختلفة والمستويات المختلفة، وعنده القدرة على انه يتعامل بالأكشن بلان، وانه ممكن يعمل فيها بعض التعديلات وفقا للمستوى بتاع الأزمة والجديد اللي فيها او المفاجآت اللي فيها، انه عارف يتعامل معاها بطريقة احترافية. Number 6 وكلمنا فيها انه plan for the worst hope for the best. دايما يعني السيناريو اللي احنا بنحطه هو السيناريو الأسوأ، لكن بنختار دايما ان احنا نحاول نسعى يحصل الأفضل او بنأمل للأفضل بكل الطرق. Number 7 communicate with employees. ان احنا بنحاول نتواصل مع الموظفين، لان هم دول السفراء او الامباسادورز الخاصين بالمؤسسة، لان هم دول اللي هيدافعوا عنها، هم دول الادفوكتس المناصرين ليها، واللي هم بيشكلوا سمعتها وبيحافظوا على السمعة بتاعتها. Be sure they are aware of what the company is doing to deal with the situation. لازم يكونوا على دراية المؤسسة بتتعامل ازاي مع الموقف، عشان هم كمان يكونوا مكملين لهذه الصورة ومؤكدين عليها، ويكونوا دايما هم الامباسادورز بتوعها. Number 8 third parties. ان احنا نستخدم الاطراف الثالثه هي اللي تتكلم نيابه عن المؤسسه. طب زي ايه الاطراف الثالثه؟ زي الانفلونسرز او المؤثرين. Third parties act as character witnesses and often carry more credibility than the organization at the center of a crisis. اي حد مقتنع من الجمهور، من الانفلونسرز، من اصحاب المصلحه، من شركائنا، من السوق، من الاندستري، المسؤولين، اي حد هيتكلم من الاطراف الثالثه نيابه عن المؤسسه بيشكل مصداقيه اعلى، more credibility. Number 9 use research to determine responses. طبعا عشان نقدر نحدد يعني الردود او الاستجابه للازمه، كل ما بقدر اعرف رأي الناس واجمع اكتر عن وجهة نظرهم، زي ان انا اعمل فوكس جروب، اعمل بولينج، اشوف رأيهم ايه، اعمل ماركت ريسيرش، واقدر احدد هما اتجاهاتهم ايه ورأيهم ايه، ده بيساعد ان انا طبعا اقدر اتعامل مع الازمة بصورة افضل. create a website لو الموضوع والامر استدعى ان احنا نعمل موقع خاص بالازمة، نحل عليه الازمة، ودايما يبقى فيه الاخبار الجديدة up to the minute information على طول، كل دقيقة بدقيقة اذا استدعى الامر، او ان احنا نخصص صفحة للرد على استفسارات الناس وننزل عليها الانفورميشن المحدثة، سواء صفحة على الموقع او صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فقط بالأزمة اذا استدعى الامر. يبقى ممكن المؤسسة تعمل ده كنوع من الحل الفعال للتواصل مع الجمهور بشكل لحظي. في ملخص سريع، عنوان محاضرتنا كان Crisis Communication and Management. اتكلمنا فيها على الـ Internal Communication والـ Influencer Communication، Media Communication، Communicating on Social Media Channels، Crisis Scenario Planning، 10 Rules for Crisis Management. تكلمنا على الاتصال الداخلي، على الاتصال المؤثر، على وسائل الإعلام والاتصال، اتكلمنا على التواصل، على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، واتكلمنا على السيناريوهات المختلفة للأزمة والستيجز بتاعتها. اتكلمنا على أهم القواعد العشرة اللي قلنا عليها تعتبر قواعد ذهبية في التعامل مع إدارة الأزمة.
recommended reference. طبعا المحاضرة اعتمدت على العديد من المراجع، احنا موجود اللينكات بتاعتها نقدر نرجع ليها لو عايزين مزيد من التفاصيل. شكرا على حسن الاستماع للمحاضرة الثانية من مقرر وسائل التواصل الاجتماعي والأزمات، وبالتوفيق إن شاء الله.